ولي الأمر له نظرته، له سياسته، قد يكون عنده ما هو أعظم من هذا ويحتاج إلى مهادنة هذا من أجل ما هو أخطر. هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك؟ ما أقام الحد، لأنه تعظم الفتنة. قد تكون النصيحة وصلت لولي الأمر لكن عنده ما يعارضها ما لا يدرى عنه، لأنه له وجهة نظره، له صاحب سياسة. وأوضح مثال تفهمونه للتقريب إن العالم قد يرى الشيء بالدليل عنده واجبا، وقد غفل عن ما يعانيه ولي الأمر، ما يهم ولي الأمر. في زمن الخلافة الراشدة حتى تعقلون، اتفق الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على مسألة اجتهادية، وهي الأمر تفضيل الإفراد في الحج على المتعة في الحج، متعة الحج، القران أو الفصل بين الحج والعمرة بحل. اتفقوا عليها الخلفاء الراشدون لأنها فيها مصلحة المسلم، ما هو لاعتراض على السنة. الأفضل في حق الشخص التمتع قرانا أو فصلا بين العمرة والحج بحل، لكن ولي الأمر يرى أن هذا وإن كان فاضلا فإنه قد يكون مفضولا لما يترتب عليه. فرأى ولاة الأمر ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء بعلي أن إجمال الناس على متعة الحج، الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، ترتب عليه أمور، منها أنها تستوحش الطرق السبل إلى مكة والمدينة، ما تكون مسلوكة أكثر السنة، تستوحش، يؤدي إلى خلل في الأمن. الثاني أن قصاد البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون معهم بما شاء الله من الأرزاق ويشترون، ويكون في حركة اقتصادية طول السنة، ما هي بشهر، لا طول السنة. الثالث أنه بالوفادة على المسجدين يحصل التفقه في الدين، فالعالم يفيد من علمه والعامي يتعلم يسمع من علماء الحرمين. مصالح العلماء مصالح مصالح. أيضا فإن الأجر على قدر النصب وعلى قدر النفقة، فإذا إن الإنسان تعب في سفرة وأنفق في سفرة للحج ثم تعب وأنفق في سفرة للعمرة صار الأجر أكثر، نص الحديث واضح. فهذا المنهج أو هذه السياسة، سميها السياسة الشرعية، أخذ به أبو بكر وعمر، وجد معارضة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقهاء الصحابة، لكن معارضة ببيان فضل هذا وإن ذاك مرجوح، بس ما هي بطعن في ولي الأمر، بس بيان. وفرق بين الفرد وبين العامة، الأمر العام يعني، مثل مسألة تحديد نسب الحجاج الآن، مثل مسألة تحديد الحج بعد 5 سنين، نفسها اجتهادية، ترى نفس القضية تماما، هي يراد منها التخفيف. فهذا الأمر الذي اتخذه الخلفاء الراشدون
عارضه عدد من فقهاء وأكابر الصحابة معارضة بيان فقط، بيان فقط، ما هي معارضة تحريض خروج، لا. وصل الأمر بهذا إلى أن علي رضي الله عنه وهو من خاصة الفقهاء ومن سادات أهل البيت ومن مستشاري الخلفاء الراشدين قبله، قاضيهم هو، واضح؟ جاء يعني علم أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، فجاء بمن معه ودنا من عثمان عند ميقات ذي الحليفة ولبى بالعمرة خلاف ما يدعو إليه أمير المؤمنين. فقال له عثمان رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صادق، واضح؟ لأنه علي رضي الله عنه ليس الآن في ذروة الجبل، باقي عليه ما وصل، ما يدرك قضايا الأمة العامة كلها إلا ما عرض عليه بين له فيه، مثل ما يعرض على هيئة كبار العلماء وغيره. فلما جاءه الدور وصار أمير المؤمنين نهى عن المتعة وأمر بالإفراد. ليش؟ لأنه نظر نظرة ولي الأمر العام، نظر ولي الأمر ينظر نظرة شمولية ويعلم ما لا يعلم أحد الناس، حتى الوزراء، حتى العلماء، حتى خاصة المستشاري، ولا يلزم أن يعلمهم وجهة نظر، قد لو يكون علمهم أفشسر. وهارون الرشيد لما نكب البرامكة ما علمينها الحين، لأنه خطة في حرب الباطنية، هذه خطوة واحدة في حرب الباطنية، نكبة البرامكة. انظر كيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما تولى نهى عن المتعة وأمر بالإفراد. طيب، انتهت الخلافة الراشدة وجاء الملك والرحمة، أول ملوك المسلمين من هو؟ معاوية رضي الله عنه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولايته من ملك ورحمة، تلي الخلافة الراشدة بالضبط. وش اللي الخلافة؟ بيحلي معاوية. فنهى عن عن التمتع وأمر بالإفراد، سياسة، سياسة الدولة، المصلحة العامة، مصلحة الناس. والمسألة ما هي بحلال وحرام، كل هذا جائز، فاضل ومفضول، صح ولا لا؟ لا. فلا يلزم من وجود شيء ظهور منكر أو ضعف معروف أو حدث من الحوادث إن أهل العلم الذين هم أئمة الناس ومراجع الناس وأهل الذكر إنهم ما قاموا بالواجب، قاموا بالواجب وأدوا ما عليهم وبينوا ونصحوا ودعوا، لكن ولاة الأمور قد يكون هذا الكلام عارضه أمر آخر، قد يكون يدركون ما لا يدركه من قال هذا الكلام في أمر أكبر، قد يؤجل الأمر، قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون مشغول في غيره. فلا بد من هذا الفهم، لا بد أن تفهم الأمور على يعرف التاريخ. نعم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بلغوا اللي يستطيع منكم يوصل إلى أهل العلم، واللي يستطيع يوصل إلى أهل الحكم، وبس هذا اللي عليكم النصيحة فقط. لكن تلوم الناس وأنت مقصر بواجبك مو صحيح.
نعم. مسؤولو الدولة باختلاف مراتبهم باختلاف درجاتهم يدخلون في أي نوع من أنواع النصيحة، الأئمة أم العامة؟ الأئمة ولات، ولات الوزير ونائب الوزير ومدير القسم، كل واحد له نصيحة بحسب مسؤوليته وما يسمى بالصلاحية.